السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي جروب ساينس is fun for everyone. هنتكلم النهاردة مع جونيور 6، هناخد الوحدة الأخيرة، تمام؟ هناخد فيها أول درس لسون Human Nervous System. يعني البشري نيرفس، العصبي سيستم جهاز، يبقى Human Nervous System يعني الجهاز العصبي البشري أو الجهاز العصبي في الإنسان، تمام؟ واحنا صغيرين واحنا في جونيور 4 كنا عرفنا ان جسم الانسان على بعضه كانه مصنع او شركه كبيره، تمام؟ اي مصنع بيكون عنده في الاساس مدير ومعاه اعضاء بيساعدوه اسمهم الاداره، تمام؟ وعرفنا ان في مثلا حاجه اسمها خط الانتاج بياخد الخامات ويطلعها على هيئة منتج، دي كانت وظيفة الدايجستيف سيستم اللي درسناه واحنا في جونيور 4. وفي حاجات بتساعدني انه ينظف المصنع، عمال بينظفوا المصنع، دول كانوا زي اليورينري سيستم والسكن وكده، تمام؟ وخدنا بقى النقل اللي هو الجزء المسؤول عن انه ينقل التصنيع ده اللي هو السيركيولاتوري سيستم. دلوقتي احنا بنتكلم عن المدير والشركة اللي معاه. المدير والشركة اللي معاه والاعضاء اللي بيديروا الشركة دي اسمهم Human Nervous System، الجهاز العصبي في الانسان، تمام؟ دول وظيفتهم في الاساس ان هما يعملوا حاجتين، Communicating and Controlling the Body، ان هما بيعملوا عملية تواصل ما بين جسم الانسان والمحيط الخارجي، وبيتحكموا في ايه الجسم ده، تمام؟ هنقسمه لجزئين، جزء ماشي في جسمي من المركز، في مركز جسمي اللي هو Central Nervous System، الجهاز العصبي المركزي، تمام؟ وده جزئين، ده هنا البرين، نازل منه Spinal Cord اللي هو الحبل الشوكي، تمام؟ Brain and Spinal Cord دول ماشيين في مركز الجسم، وبناء عليه هنسميهم Central Nervous System اللي هو ايه؟ الجهاز العصبي المركزي. هقسمه لبرين وسباينال كورد، تمام؟ طيب في اعصاب بقى بتخرج من البرين، وأعصاب بتخرج من السباينال كورد، دول بيخدموا الأطراف، بيخدموا الإيدين والرجلين، تمام؟ بيوصلوا الإشارات للمراكز الأساسية في جسمي، فدول اسمهم الطرفي، طرف أطراف، انتوا حتى بتقولوا بيراميتر يعني محيط، تمام؟ دول اسمهم طرف، جهاز بيخدم الأطراف أو بينقل من الأطراف، فاسمهم Peripheral Nervous System، الجهاز العصبي الطرفي، اسمهم ايه؟ هم Peripheral Nervous System، Peripheral Nervous System، تمام؟ طيب انا حابة ان احنا نعمل كده، نجمع اللي قلناه ده. قلنا ان انا عندي هنا Human Nervous System، جهاز عصبي في الانسان. هنقسمه في البداية كده لجزئين اساسيين، حاجة في مركز جسمي اسمها Central Nervous System، وجهاز في الأطراف اسمه Peripheral Nervous System اللي هو الجهاز العصبي اللي بيخدم الأطراف. اللي في المركز، اللي ماشي في مركز جسمي نوعين أو جزئين، عفوا مش نوعين، جزئين. الجزء الأولاني اللي هو المخ، نازل منه الحبل الشوكي، يبقى هنقول ايه اللي في مركز جسمي Central Nervous System هو Brain، ونازل منه
spinal cord نازل منه الحبل الشوكي اللي بيخدمه الأطراف. نرجع تاني كده، حاجات طالعة من البرين فهيسموها cranial nerve. الأعصاب المخية وحاجات طالعة من spinal cord هيسموها الأعصاب الشوكية أو spinal nerve. النقطة دي نفهمها كويس، بيجي فيها أسئلة كتير. يقولك human nervous system consists of جهاز العصبي في الإنسان يتقسم لإيه؟ تقول له central nervous system and peripheral nervous system. طب لو سألك central nervous system consists of brain and spinal cord، طب peripheral nervous system consists of cranial and spinal. تمام كده، دول ايه يعني التصنيف العام كده للايه للnervous system. طيب هنبدأ نشوف، بيقولك ليه الجهاز ده، give reason human nervous system is the most important system inside your body. ليه جهازك العصبي هو اهم جهاز في جسمك؟ because، وتروح قايل كل الفانكشن بتاعته، الوظائف بتاعته. يبقى السؤال ده جالي give reason، جالي function، ممكن اتسال بيه باكتر من طريقه. controls and regulates، يتحكم وينظم all the vital process او vital operation. receive information زي انه يستقبل المعلومات، make the body respond to it ويعمل استجابة، يجعل الجسم يستجيب لها. تمام، responsible for knowing if things are، هو المسؤول انه يعرفني لو الاجسام اللي حواليا كانت hot or cold، سخنة ولا ساقعة، sweet or bitter، rough or smooth. تمام، يعني من الاخر هو بيعرفني، بيديني فرصة ان انا احكم على الاشياء. adjust the response، بيظبط الاستجابات. that is require emotion، بيظبط الاستجابة اللي محتاجة emotion، يعني حد شخط فيا فمحتاجة استجابة ان انا اعمل وش زعلان، حد قال اداني وردة فبعمل استجابة ان وشي بيضحك، حرانة فبعمل استجابة ان وشي emotion عموما. تمام، sad or happy، angry or cold or calm، هادي او مغاضب. oversees، بينظم breathing digestion thinking، هو اللي بينظم عملية الهضم، هو اللي بينظم عملية التنفس، هو اللي بينظم الهارت بيت، ضربات القلب هارت بيتس. تمام، دلوقتي هنبدأ نفصص المخ، بس قبل ما نفصص المخ لازم نعرف وحدة بناء جسم الكائن الحي كانت الخلية، وأكيد أي جزء من جسم الإنسان هتكون برضو وحدة بناءه الخلية، building unit بتاعته هتكون the cell. طيب هنا عندي هيكون لي برضو cell the building unit، هتكون الخلية هي وحدة بناءه، بس بما إنه جهاز عصبي محتاج يوصل من أطراف رجلي لغاية دماغي، من أطراف إيدي لغاية دماغي، محتاج يوصل بشكل أسرع، محتاج يكون، فبالتالي شكل الخلية اللي تخدم جهاز زي ده هتختلف عن أي خلية أخرى، هتختلف عن أي خلية أخرى. تمام، هنشوف إزاي. هيكون ليها اسم خاص بيها غير كل اسامي الخلايا اللي احنا درسناها، يعني احنا كنا بنقول the cell ونسكت. في النيرفس سيستم السيل هنا مختلفة شوية، هيكون ليها اسم، هيكون ليها اسم نيورون. نيورون يعني ايه؟ خلية عصبية، نيورون يعني خلية عصبية. تمام، فهي هنا building unit of nervous system called neuron، وحدة بناء جسم الخلية العصبية، عفوا الجهاز العصبي، مين؟ النيورون. هنبدأ ندرس النيورون دي بقى بالتفصيل. يبقى هنا التعريف ده مهم، it is the building unit of nervous system، هي وحدة بناء الجهاز العصبي. تمام،
ايه بقى وحدة بناء الجهاز العصبي؟ هندرس. هي عبارة عن مركز اساسي اسمه سيل بادي، اللي هي مركز الخلية. اي مركز خلية لازم يكون فيه هنا نيوكليوس، تمام، اللي هي نواة الخلية، محوط عليها سايتو بلازم، السائل اللي كنا اتكلمنا عليه كتير وخدناه بالتفصيل في سنة رابعة، تمام، اسمه سايتو بلازم، ومحوط عليه يقفل ويفصله عن بقية الخلايا اللي حواليه غشاء اسمه بلازما ميمبرين. بلازما ميمبرين تمام، بلازما ميمبرين تمام. طيب هنا بقى نكمل، بس في حاجة هقولها، بس ايه اكمل بعد كده. يبقى ده الجزء الاولاني من السيل بادي، طالع منه محور خيط طويل، وده ضروري. ضروري في ايه؟ دلوقتي الخلية العصبية وظيفتها انها تشتغل في مكان واحد، ولا وظيفتها انها تنقل وبسرعة من مكان لمكان؟ تنقل وبسرعة من مكان لمكان. لو دبوس شك رجلينا، لو دبوس شك رجلينا، لازم نشوف حاجة بسرعة تنقل تحذير للمخ عشان بسرعة نرفع رجلينا في أقل من جزء من الثانية، تمام. فالفكرة هنا تمام، فيدي اوردر انه بسرعة نسحب رجلينا من المكان اللي فيه الخطر. طيب وبالتالي لازم ما تكونش الخلية دي قصيرة. الخلية دي ابدا ما ينفعش تكون ايه خلية قصيرة، لازم تكون خلية طويلة. فربنا سبحانه وتعالى عارفين كده، مثلا ايه، لو حد عايز، ولله المثل الاعلى، يعني لو حد عايز ينقل اشارة الدش مثلا من على الروف فوق لغاية التلفزيون تحت في البيت، بيعمل سلك طويل علشان ينقل الاشارة، تمام، من بره للبيت. فهي الفكرة بقى، فكرة ايه؟ فكرة ان الخلايا العصبية بتكون عبارة ليها جزء طويل كده اسمه محور الخلية او اكزون، اكزون of the cell، محور الخلية، اكزون of the cell، محور الايه؟ الخلية. محور الخلية ده رفيع. طيب فربنا سبحانه وتعالى يحميه بانه يغطيه، تمام، بخلايا كده اسمها خلايا شوان، الاسم مش عليكم، بس عليكم تفاصيل الايه، الخلية. تفاصيل الغلاف. تفاصيل الغلاف ان هو غلاف دهني، يبقى هنا متغطي بفاتي لاير اسمها ماي لاين شيث، تمام. يعني غلاف ماي لاين ده اسمه نوعه ان هو فاتي لاير، يعني خلايا دهنية او طبقة دهنية. مركزها الرفيع، الخيط اللي كان الرفيع ده اسمه the axis، المحور الاساسي، تمام، كله على بعض هنسميه اكزون. طيب انا هنا كان عندي مثلا عضلات ايدي، تمام، عضلات، على فكرة الفيديو مش هيتحمل لو زاد عن ربع ساعة، فانا هقف لغاية ربع ساعة وبعد كده اعمل فيديو جديد. هنا عندي عضلة، فعشان انقل الاشارة مثلا لو حد شكه دبوس هنا، ربنا سبحانه وتعالى بيخلق هنا حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها تيرمينال اكزون، اللي هي نهايات طرفية زي كده، سلك اسلاك رفيع تمسك في الايه، في العضلة، بحيث ان لو تشكت العضلة تنقل بسرعة الاشارة ايه، من نهاية الخلية لاطرافها. فبنيجي بقى هنا، طب الخلية بتتوصل بخلية تانية بايه؟ هنا بقى عندي حاجة اسمها دندوريتوس،
دي بقى بتوصل من سيل لانذر سيل، يبقى دي من ماسلز لنيورون ودي من نيورون لنيورون، وهقف واعمل فيديو جديد عشان يستجيب.